ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ كله تمام يا رب، يكون كل حاجة بخير وتمام وميت فل واربعتاشر. الارقام بتقول ان كل حاجة تمام. طيب الارقام لما بتعلن على المستوى العام والجماهيري ما فيهاش هزار. ليه؟ لانه عشان تبقى عارف، أولاً بخلاف إنه ما ينفعش يبقى الاقتصاد أرقامه وحقائقه بمعزل أصلاً عن الوضع العالمي، لأنه ده لو إحنا بنلعب في أرقام فده يهد شراكاته واتفاقاته، يعني يدمرنا. ده مبدئياً. اتنين، هو كده كده في ناس بتبقى قاعدة بتسجل وبتتابع وراك، يعني الوكالات، الصحف الكبرى، المجلات المتخصصة قاعدة بتراجع وراك إذا كان اللي بتقوله ده فعلاً زي اللي عندهم ولا لأ. حلو؟ وما أظنش يعني أنه الناس حبانة لأجل سواد العيون، فلما حد بيكتب عننا حاجة في إيكونومست ولا وول ستريت جورنال ولا فاينانشال تايمز ولا حاجات من هذا النوع، ما فيش محبة علشان سواد العيون مثلا ولا لوننا الخمري إطلاقا. المسألة كلها علاقة مصالح اقتصادية، شغل، شراكات، ترلملم، فلوس، ما فيهاش هزار. طيب لما بنقول في 6.6 معدل نمو في الاقتصاد المصري، وان متوسط العالمي للنمو الاقتصادي للاقتصادات الناشئه بالتحديد 3.2، وانت اقتصاد ناشئ، يبقى انت محقق فعلا ما يطلق عليه بالانجليزيه بريك ثرو. انت زي الفل بالبلدي كده. طيب انا عايز افهم اكتر عن هذه الارقام مع ضيفنا المعتاد دائما في البرنامج واللي نحبه دايما نستضيفه ونسمع منه ايضا عبر الهاتف، دكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي في المركز المصري للفكر والدراسات الاقتصادية. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك يا فندم؟ اروحلك يا فندم. ازي الحال؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام والله يا فندم، الحمد لله تمام والله. تعالى بطريقتك الجذابة المعتادة والممتلئة علما نشرح للناس شوية أو نفند الأرقام اللي ذكرت النهاردة في المؤتمر الصحفي، والدكتور محمد معيط وزير المالية قال لنا مجموعة من الأرقام يراها المذيع اللي زي حالاتي مش بس رائعة أو مبهرة بل هي مبشرة، وبناء على الأرقام قد تصدق بعض التوقعات. قل يا دكتور، الأرقام على سبيل المثال 6.6 معدل نمو أعلى من المتوسط العالمي للاقتصادات الناشئه ب 3% تقريبا، 3.4، حجم الاقتصاد تضاعف 3 مرات، معدل البطاله تراجع ل 7.2، عجز الموازنه كان زمان 13 بقى 6.1 الى اخره، بارقام حضرتك اعلم بيها مني. دي معناها ايه عشان المواطن يبقى فاهم؟ طيب هو حضرتك الاول خالص حضرتك على نقطه مهمه جدا، اللي هي هو الارقام اللي بتعلن دي ينفع يبقى فيها كلام؟ يعني ينفع يبقى فيها تلاعب؟ اولا ما ينفعش يبقى فيها تلاعب عشان الثقه المصداقيه بتاعت الاقتصاد. يعني حضرتك عارف ان هذه الارقام بيترتب عليها تدفق استثماري كبير، او بيترتب عليها الاخرين بيتخذوا قرار استثماري سواء بالدخول في الاقتصاد او الخروج منه. دي اول حاجه. ثاني حاجه، المؤسسات الدوليه لا تاخذ بالقرارات الارقام المعلنه من الجهات المحليه مسلم بيها، وعندها دايما بعثات بتراجع بالذات معدلات النمو ومعدلات التضخم والبطاله. واكثر من حادثه حصلت قبل كده، وصندوق النقد والبنك الدولي اكتشفوا تلاعب في الارقام، يعني مثلا في الهند، او تلاعب في الارقام او حساب غلط. يعني مثلا في الهند مثلا المعدل النمو خلال 5 من سنه 2020 اكتشف الصندوق ان هي كان فيها حسابات بالغلط، كان اكتشف ان الاصدقاء في الهند يعني بيرفعوا معدل النمو، وبعد كده لما اكتشفوا المعدل ده الصندوق قال لهم هنراجع الارقام من تاني ونحطها في الثقه الصحيحه. وبالتالي الارقام اللي بتعلن بعد الحادثه دي لما بتحصل بفشل كبير جدا، المستثمرين بيخافوا يدخلوا اذا اكتشف انه في تلاعب في الارقام او ارقام غير صحيحه، وبالتالي التكلفه بتكون عاليه جدا على الدوله اللي بتعمل كده. فده بدايه كده الارقام المحليه ما بتتاخدش مسلمه وبتتراجع وبعدين بيتاكد عليها بعد كده. مصر يعني عمر ما حصل عندها تلاعب قبل كده، يعني اكتر يعني على مرات متفاوته حصل حساب غلط في الارقام، يعني المعادلات بتختلف من مكان لمكان، وكان حتى مع هذا الاختلاف بتبقى 1/10 حاجه كده، رقم هيمشي جدا. علشان كده حضرتك تلاقي المعادلات بتاعتنا طول الوقت زي ما هي، وعندنا في ثقه كبيره جدا في الارقام بتاعتنا. دي اول حاجه. ثاني حاجه، يعني ايه 6.6؟ 6.6% ده مش بس اعلى من المتوسط العالمي، لا ده اعلى من اقصى تقديرات
النمو اللي اعلنت من جانب المؤسسات الدوليه سواء ده صندوق النقد الدولي اللي قال ان احنا عندنا معدل نمو عند 5.9% كان متوقعه وكان مثبته في يعني تقريرين من افاق النمو العالمي ورا بعض في ابريل وفي يوليو، ثبت معدل النمو عند 5.9%. البنك الدولي كان متوقع 5.4%، الاداره المصرية نفسها كانت متوقعه 5.6%، وده لما نوصل ل 6.6% ده معناه ان احنا تجاوزنا كل التوقعات بتاعت النمو، حتى الاكثر المؤسسات حتى الاداره المصريه نفسها ما توقعتش هذا المعدل. وده يقول لحضرتك انه فعلا مش بس في بريكس وده في ميركل حصلت فيه معجزه، حصلت خلال الازمه اللي بتحصل ومؤثره على العالم كله واللي اصلا ضغط على ايراداتنا ومزوده مصر بقى. ده بالنسبه لقصه معدل النمو. طب معدل النمو ده عامل ازاي اساسا؟ يعني ازاي وانت بتعمل وانت عليك كل الضغوط دي وانت مضغوط الضغط ده كله وانت عملت يعني بيتسرب من عندك الدولار بالشكل اللي حضرتك عارفه ده، ازاي انت قدرت تحقق معدل النمو ده؟ ده بقى اللي جاوب حضرتك على بقيه الارقام. الاداره المصريه عندها نهج رائع جدا في التعامل مع الازمات. الاداره المصريه عارفه كويس جدا ان محرك النمو عندها هو الاستهلاك. كل ما معدلات الاستهلاك زادت كل ما معدلات الاستهلاك ارتفعت كل ما كان في معدلات نمو اكتر، لان الاستهلاك ده بيخلي العماله تفضل موجوده في السوق، يخلي المؤسسات تفضل مشغله العماله بتاعتها، يعلي معدلات النمو عند الاعمال وبالتالي معدلات نمو الاقتصاد القومي كله ترتفع. حلو جدا. وعشان كده الاداره المصريه بتحارب بسيفها وبتحارب بكل طاقتها علشان تحافظ على النشاط الاقتصادي قائمه. يعني لو حضرتك تفتكر كده وسط ازمه كورونا العالم كله كان يعني المصريين كلهم كانوا بيقولوا يا جماعه اقفلوا الاقتصاد، انتوا هتموتونا، احنا المرض هيتفشى فينا، هيحصل عندنا جوائح، كورونا هتضحك علينا. وفي نفس الوقت الاداره المصريه فضلت محافظه على نهجها بتاع انه احنا الصبح شغالين وبالليل قافلين. ليه كده؟ علشان نحافظ على الاقتصاد قائما والعمل مستمرا. وتلاقي حتى الرئيس بنفسه كان بينزل يطمن على المشروعات القوميه اثناء الجائحه، يعني الرئيس بنفسه كان بينزل ياكد ان العمل جاري. ليه؟ لانه العمال دول اللي بيشتغلوا في المشروعات القوميه دول كل واحد فيهم بيروح مثلا ب 200 جنيه بيته بالليل، ال 200 جنيه دول بيتجهوا لشراء سلع وخدمات، السلع والخدمات دول بيشغلوا مصانع، المصانع دي بتشغل عمال، العمال دول بيتاخد عليهم ضرائب والمصانع نفسها بتاخد عليها ضرائب، الحكومه بتاخدها تنفقها. خد بالك حضرتك ان في نفس الوقت قطاع البناء والتشييد اللي شغال ده بيشغل وراه اكتر من 10 قطاعات ثانيين، قطاع الاسمنت، قطاع الحديد والصلب، قطاع الجبس، قطاع الدهانات، قطاع الاساس، قطاع السيراميك، وقطاع الرخام. الحاجات دي كلها شغاله علشان الاقتصاد، علشان العمل شغال او البناء في المنطقه القوميه شغال. عشان كده الرئيس بيحافظ بكل طاقته على الاستهلاك، لان الاستهلاك طول ما هو شغال طول ما الاقتصاد المصري شغال. وعشان كده تلاقي حضرتك عز الازمه واحنا مضغوطين والدنيا كلها مضغوطه، الرئيس يطلع يقول ايه؟ احنا نعمل حزمه حمايه اجتماعيه، حزمه الحمايه الاجتماعيه المعموله اللي اتعملت دي علشان تحافظ على معدلات استهلاك الطوائف او الفئات اللي ضغطت اساسا او اقل معدل انفاقها بسبب الجائحه، قصدي بسبب الازمه، وبسبب ارتفاع معدل وبسبب ارتفاع يعني انخفاض القوه الشرائيه بتاعتهم. الرئيس بيدخل يعوضهم عشان يحافظوا على معدلات الاستهلاك. وعلشان كده حضرتك تلاقي بقى معدلات البطاله فضلت قائمه عند 7.2% الربعين ورا بعض، رغم ان احنا في ازمه والناس كلها بتسرح العمال بتوعها، الاعمال بتقفل، احنا داخلين على 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 ركود اقتصادي، وفي التضخم مقلل الشراء بتاع المنتجات. ومع ذلك تلاقي حضرتك ان احنا ايه اللي حاصل؟ المعدل البطاله فضل عند 7.2%. الثلاث سنين اللي نام فيهم الاقتصاد المصري، قصدي الثلاث اضعاف اللي نام فيهم الاقتصاد المصري، ثلاث اضعاف من انتاج 2014. ده ليه؟ لان الاقتصاد المصري لما توقف عن النمو بسبب الازمات اللي فاتت، تلاقي حضرتك الاقتصادات العالم كلها وبالذات اقتصادات العالم الكبرى بيحصل لها عمليه انجماش. يعني مثلا الاقتصاد الانجليزي في السنه اللي فاتت منتج 9% ده معناه ان هو خسر عشره. الاقتصاد الانجليزي في ان هو بينكمش، انا بنمو. ليه؟ لان انا محافظ على معدل العمل. طب انا عندي سؤال خير. عندي سؤال يا دكتور. في ناس طول الوقت ماسكه الربابه بتغني غنوه اسمها الدين، الحق الديون، امسك الديون، اقفش الديون. لقد وصلنا الى مرحله متقدمه جدا، لقد اصبح الدين خطرا على الاقتصاد، مصر على وشك الافلاس، الحق يا جدع. فاصبح شعراء الربابه المتعلقين بالدين على قفا من يشيل، وبعضهم احنا متوقعينه انه يغني على الربابه في هذا الكلام، وبعضهم لم يكن متوقعا ان يدور بنفس ذات الربابه. فانا هنا هروح على مثلا معدل الدين للناتج المحلي 87.2 في يونيو
2022 مقارنة ب 103% يونيو 17 ده مثلا. طيب احنا عندنا وكان وقتها وبنسبة مديونية مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية تصل ل 99%، يعني أقل من المتوسط بتاع نسب المديونيات الحكومية بتاعت العالم. بس ماشي صحيح. نستهدف صحيح. خفض معدل الدين للناتج الإجمالي إلى 75 بحلول 75% يعني بحلول عام 2026. أفتنا في ذلك يا دكتور. طيب ربابة حكتين. الديون طيب حاجتين، الأول هو معدل الدين ارتفع؟ ارتفع كتير؟ ارتفع كتير، بس هو انا لما اجي اقول لحضرتك دلوقتي ان حضرتك عليك 500 جنيه ده معناه ايه؟ يعني الكلمه دي معناها ايه؟ لها فايده ايه او دلالتها ايه لو انا ما عرفتش دخلك كام؟ لو حضرتك عليك 500 جنيه وانت دخلك 600 جنيه فدي مشكله كبيره جدا طبعا. لانك كده هتتعثر. طب لو انت دخلك لو انت عليك 500 جنيه ودخلك انت 5000 جنيه يبقى في مشكله؟ لا او في هو ده دي الفكره بالظبط كلها، احنا معدل ديننا زاد لكن كمان دخلنا ارتفع باكثر من ارتفاع معدل الدين، وبالتالي زي ما حضرتك قلت كده انا في سنه 2017 كان معدل الدين بتاعي 109% رغم اني مثلا كنت مديون في وقتها ب 78 مليار دولار. دلوقتي انا مديون في 150 مليار دولار لكن انا معدل الناتج المحلي الاجمالي بتاعي 400 مليار دولار. وبالتالي معدل الدين الاجنبي او الدين الخارجي للدين للناتج المحلي الاجمالي بتاعي قل. علشان كده الاحصاء مظهر عند حضرتك كده اللي هو حصل ايه؟ انا كنت قبل كده الدين العام كله 104%، طب دلوقتي انا 87%، ازاي يا عم ده الدين زايد؟ ما هو الدين زايد يا حبيبي، بس انا كمان دخلي زايد، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه هي دي حاجه غريبه، يعني اللي بيحصل دي حاجه غريبه على الاقتصاد المصري اطلاقا. كل فترات الازمات بيعقبها ارتفاع في الدين المصري، وبعدين الدين بيرجع ينخفض تاني. يعني مثلا هقول لحضرتك حاجه، عقب الازمه الماليه العالميه 2008 وصل معدل الدين بتاعنا في وقتها، مش بس مش متذكر الارقام للاسف، لكن وصل معدل الدين بتاعنا في وقتها برقم قياسي بقى في 2000 وفي 2000 وفي 2000 وفي 2010 رجع ينخفض تاني. قبل 2008 2005 وقبلها في ازمه بعد ازمه الاتوبيس بتاع السياحه، وقبلها في 2001 بعد ازمه ازمه 10 سبتمبر الدين بيرتفع. بلاش كده، في عهد في بدايه عهد الاخوان في 2013 الدين ارتفع، بعد كده بينخفض وهكذا. كل ازمه يا استاذ يوسف بيعقبها ارتفاع في معدل الدين الداخلي المصري، وبعدين بيعقبها انخفاض بمجرد لما بيحصل استقرار في المعدل ده. ليه؟ لانه انا ايراداتي في العادي بتزيد بمعدل اكبر من مصروفاتي، وبالتالي انا بغطي العجز بتاعي لدرجه ان مصر في سنه 2020 دي حققت اعلى قبل الازمتين اللي احنا موجودين فيهم دلوقتي، حققت وبعد برنامج الاصلاح الاقتصادي عملت، حققت اعلى معدل فائض اولي في تاريخها عند 2%. الفائض الاولي ده اللي هو الفائض بتاع الموازنه قبل ما احملها باثار الفائده. وبالتالي الدنيا عاديه جدا، دي بنسميها احنا في الاقتصاد الدورات السايكل. مرة انا بضغط شويه علشان دي دوره الاعمال عادي جدا، الاعمال العالم كله معدل النمو بتاعه بيقل، انا ارتباطي بالعالم كبير، الشركات بتاعتي بتحقق معدلات نمو اقل، بيحصل ان انا باخد ضرائب اقل، بينعكس على الايرادات بتاعتي، بضطر استدين عشان احقق فجوه التنميه، بالتالي بعد ما بستدين وبعمل المشروعات بتاعتي وبضخ الفلوس في الاقتصاد بيحصل عندي معدل نمو، الايرادات بتزيد، بدفع الدين بتاعي وبكمل عادي جدا تماما. مصر عمرها في حياتها يا استاذ يوسف عمرها ما توقفت عن سداد قرض، وعمرها ما جدولت قرض. وده يقول لحضرتك انه الاقتصاد المصري ده يعني دي مش حاجه عبثيه. يعني مثلا الارجنتين مع الدورات الاقتصاديه دي بتقع بتنهار، في نفس الوقت الاقتصاد المصري على مر تاريخه، يعني احنا حضرتك بقى مش عايز اقول لحضرتك الازمات اللي حصلت لنا، احنا مثلا في خلال ال 50 سنه اللي فاتوا حصلت لنا اكثر من 20 ازمه صح. كبيره جدا، ممكن اقول لحضرتك يعني بعضهم زلزال القاهره، ازمه الطياره الروسيه، ازمه الاتوبيس السياحي بتاع الاقصر، احداث 10 سبتمبر، الازمه المائيه العالميه، حرب اليمن، النكسه، وحرب اكتوبر. دي ازمات طاحنه ضربت الاقتصاد المصري، ومع ذلك رغم هذه الازمات انا بقول لحضرتك اكثر من 15 ازمه في خلال ال 50 سنه اللي فاتت.
ازمات طاحنه الاقتصاد المصري، لو اي اقتصاد ثاني كان راقع على رجله ما قدرش يدفع. ده صحيح، الاقتصاد المصري لم يتعثر. ده صحيح، ده مش صحيح، هتعثر ان شاء الله. انا بشكرك جدا 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 دكتور محمد، كل الشكر دكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي في المركز المصري للفكر والدراسات الاقتصاديه.